أخبار اليوم. مصر والذي يفرق بيننا أحد، وسنظل دائما قلبا واحدا وشعبا واحدا وكلمة واحدة وحلما واحدا إلى الأبد إن شاء الله. توقعاتك إلى من الشعب الكبير؟ إن شاء الله يقدر يعمل حاجة، وإن شاء الله يعني نصلح شيء، ويعني نحاول ناخد خطوة للأمام في مسار الديمقراطية الطويل الأمد. لا نتعجل، يعني كله جاي إن شاء الله خير. أهلا بك.